طيب خلينا بقى نروح لاخبار النادي الاهلي. ايه اللي حصل النهارده في النادي الاهلي؟ الحقيقه تفاصيل المران زي ما حضراتكم سمعتوا، النادي الاهلي بيستعد لمباراه اسوان يوم الخميس القادم. كيفيه الاستعداد وايه اللي بيحصل في المباراه؟ النادي الاهلي طبعا بياخد تمرينه زي ما حضراتكم شايفين، دائما بتكون البدايه بالمحاضره، محاضره بيتكلم فيها بيتسو موسيماني مع بقيه اللاعبين عن المباراه السابقه وما يليها من مباريات. يعني هو اتكلم اكيد على مباراه الانتاج الحربي وايه الاخطاء او ايه السلبيات اللي موجوده فيها وايه الايجابيات اللي حصلت في مباراه الانتاج الحربي، ثم ربنا يكرمنا في مباراه اسوان وايه اللي هيحصل بقى في مباراه اسوان. ودي دائما اللي بيحصل، دايما بيتسو موسيماني بيبدا مرانه بهذا الشكل، بيبدا مرانه بهذا الشكل بمحاضره فنيه يتكلم فيها عن كل هذه الامور. طيب المحاضرة، بعد المحاضرة حصل إيه؟ بدأ التمرين، ثم بعد بداية التمرين الحقيقة كان في تقسيمة قوية جدا ما بين الفريقين في النادي الأهلي. كل واحد بقى بيبتدي يلعب في مركزه زي ما حضراتكم هتشوفوا كمان شوية. بدأ التمرين بيبدأ دايما بلفتين ثلاثة خفاف، وبعدين تلعب خمسة على اتنين، وبعد كده الجزء الفني اللي بيعتمد فيه بيتسو موسيماني على كل اللاعبين. الحقيقه بيلعب تقسيمه، بيعمل جوه التقسيمه بيعمل بعض الجمل اللي بيحاول ان هو يتم تطبيقها في المباريات. خلي بال حضراتكم احنا ناقصين ست لاعبين، وبالتالي عشان كده تحسوا ان اللعيبه اقل يعني. ولكن عمل بيتسو موسيماني بعد المحاضره تمرينه خفيفه كده، بيبقى خمسه على اتنين زي ما قلت لحضراتكم، بعد كده قسم تقسيم عشان يعمل بقيه الجمل اللي بتتعمل في التقسيمه. على الجانب الاخر كان في تدريبات لحراس المرمى الرباعي، حراس المرمى علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزه علاء واحمد طارق، تدريبات قويه الحقيقه تحت اشراف يانكوم ميشيل مدرب الحراس اللي ماسك الاربع حراس الحقيقه، لانه زي ما حضراتكم عارفين محمد الشناوي بيلعب مع منتخبنا الاولمبي، علي لطفي بدا يلعب المباريات الحقيقه ماشي بشكل جيد، معقول هيبتدي يتدرج في المباريات خلال الفترة القادمة. عندنا مباراة أسوان، وبعدها إن شاء الله نتمنى أن منتخبنا الأولمبي يصل إلى الدور التالي، وبعد كده نشوف إيه اللي هيحصل في هذا الأمر. وليد سليمان كابتن النادي الأهلي ونجم النادي الأهلي أيضا بيتم تأهيله، تدريبات عمل تدريبات تأهيلية الحقيقة على هامش المران. زي ما حضراتكم عارفين التمرينة بتبقى حاجة خفيفة كده، لأن وليد الحقيقة يعني كان قدامه من 10 ايام او من اسبوع، كان لما كان معانا هنا قال ان هو قدامه اسبوعين، وبالتالي هو عدى اسبوع، ان شاء الله فاضل له اسبوع وينضم الى التدريبات الجماعيه في النادي الاهلي، وان شاء الله وليد سليمان يرجع ويرجع افضل من الاول بكتير، لان اللاعبين ان النادي الاهلي يحتاج لوليد سليمان. وليد سليمان زي ما قلت لحضراتكم بعد كده دخل الجيم، عمل شويه تمرين في الجيم، وبعد كده طلع يجري على خفيف، والدنيا الحمد لله الحمد لله افضل كتير جدا مع وليد سليمان. ان شاء الله وليد سليمان يعود في غضون 10 ايام.